أنطونيو احترس من كلامك. احترس من كلامي ليه؟ كلامي بيرجع للخلف. حلو. والله حلوة يا اسطى. والمصحف حلو. ايه رايك؟ لا احترس الكلام مدهون ببوهية. حلوة يا هلا. حلوة. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. تمام؟ انت فين يا عم؟ انا والله العظيم جاي هنا اهو. قاعد ساكت من الصبح. انطونيو خلي بالك، انا لحد دلوقتي بتكلم بلساني، هتضطرني بعد شوية اتكلم ببوقي. لا. هتودي نفسك في داهية، ارجوك بلاش بقك. انت مش عارف ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه؟ هيناد امه يعني ولا ايه؟ شكلك مش هتيجي بالذوق، فلتواجهني فارس لفارس. ايه حكايه كل واحد يخش لي يقول لي فارس لفارس؟ طب وانا ده فارس؟ ده فارس؟ ده مش منظر. فارس ايه؟ اواجهك يا سيد. ليك في الفيفا؟ نسخة كام؟ 2014 قبل الميلاد. ليا. يلا بينا. يلا. يلا. ما تجيبوا لنا لب يتفتح. أنطونيو، يا أنطونيو أرجوك ما تتطورش، روما مش ناقصة انقسام، حرام عليكم. إيه ده؟ أنت هتلعب ببرشلونة؟ هحط له ميسي في النص وأحط له شافي في الهجوم. أيوة بس عبد الشافي بيلعب خط وسط. ما أنا لازم ألغبطه عشان هو ما يعرفش يتصرف إزاي، وهنزل له بقى رونالدينيو. إيه؟ رونالدينيو. بس ولا يهمك يا مان، انزلوا بالريال مدريد وحط كريستيانو في الهجوم. اوكي اوكي. ايه ده انت ليكي في الكوره؟ طبعا ده انا اللي عاملاها. عندك واتساب؟ طبعا ده انا اللي عاملاه. طب يكلميني لما الواد صاحبك ده يروح. وش انت ناكشت له شعره وعا ايدك انت بص ما انا كده ما بقتش روماني، بقيت اسواني. ده مش لايق على ده. والبالي ايه اللي في بقك دي؟ والله المخرج سيبني بقى، انا مش زعلان. كويس كويس. تفرجوا الناس علينا كده ارجوكم ارجوكم بقى، وقفوا الصراع اللي بينكم. نيفر. حرام عليكم. نيفر. مفيش نيفر، مفيش حاجه اسمها نيفر. بقول لك ايه اوكتافيو، والله استاذ واخ اكبر. اهي اهي اهي. سوري. دونت وري. شوف الشطاره، ما حدش يقدر يعمل لي حاجه. اسمع اوكتافيو، انا كبير مجلس الشيوخ وكلها سنتين ثلاثه واطلع على المعاش، وممكن اديله كل صلاحيات حكم روما. ايوه يا ريت بقى يا كبير المجلس. يا ريت يا ريت يا ريت. دمه ساعتها ممكن يجي لها جلطه في اسنانها. انا مش هعمل كده. مش عاوزين نفهمه اننا جايين عليه اكتر من اللازم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا عندي اقتراح تاني. انتوا الاثنين تحكموا روما، انطونيو يحكم الاجزاء الشرقيه، واوكتافيوس يحكم الاجزاء الغربيه. ايوه بس يعني مفيش بس يا اونكل. مفيش اونكل. انا مش هعيش لك العمر كله، وبعدين انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا، هي كلمه وخلاص انا قلتها. اتفضلوا يلا كل واحد يروح يشوف اكل عيشه. اتفضلوا يلا يا بيه. يلا خلونا يلا نعرف نشتغل بقى. حاضر. مش ممكن كده، حرام عليكم. ايه يا كبير مجلس؟ ايه هتدي له نص روما؟ روما ده كان الاتفاق بيني وبينك، تدي له نصها ازاي يعني؟ يا سيدي بلاش اندفاع الشباب بتاعك ده، كان كلام وخلاص. تعالى انا هفهمك. انت عارف مصر؟ مصر دي بعيده باين ولا ايه؟ يا اسطى اللي هي بعد شبرا. قبليها. ماشي. انت اول ما تنزل مصر وتسال الف من هيدلك. ماشي. في واحده هناك اسمها كليوباترا، جميله جدا، ست جميله عندها جيش عرمرم. يعني ايه عرمرم؟ ما اعرفش انا حافظها كده. ايوه يعني ايه يعني؟ ايوه احنا جيل حفظ مش جيل فهم، احنا ما بنفهمش اساسا. جيش عرمرم. جيش عرمرم. كليوباترا دي الملكه بتاعت مصر. الملكه جميله جدا. انت ما عليك الا انك تسبل لها شويه. هي تحبك، لو خليتها تحبك هتخليك قائد للجيوش وتحكم روما.
يا احكم روما، اجيب الجيش بتاعها انتصر على الواد اوكتافيو الاهبل، احكم روما ومصر بالمره. مصر تبقى حاكم الامبراطوريه الرومانيه. يا سلام، متشكر قوي يا كبير. لا لا ده حاجه اقل يعني من الواجب. جميلك ده فوق راسي من فوق يعني، والشاي بتاعك عندي يعني. لا عيب ما تقولش الكلام ده، والله احنا اهل. لا يعني ده اقل حاجه يعني. لا احنا اهل والله. الله يخليك، ربنا يخليك. ايه رايك يا ياض؟ 100 100. هنحكم روما. لازم تنزل معايا على مصر. هننزل يا اسطى. هنركب ايه؟ نركب اي اللي انت عايزه. اي اللي انت عايزه يعني؟ شوف انت عايز، لو عايزنا ناخدها جري نشقلب براحتك. شقلبه. ناخدها شقلبه لحد مصر. يلا بينا. يلا يا اسطى. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت فاهم هتعمل ايه؟ انا مش فاهم يا اسطى. انا معاك. يلا بينا يلا بينا. سلام يا انطونيو، مع السلامه. الف الف سلامه. الواد هاني اتاخر. ولا هاني يا هاني. يا واد اتاخرت ليه؟ اخد نفسي بس من السلم. بعد ما جبت الكشري لقيت دكر بط دوخني على ما خدت منه دي. كويس، جبت الكشري. جبته. اهو. فين الباقي؟ ما نديته للصبع عشان يمشيني بسرعة. ماشي يا سيدي ماشي. اكتب: ولكن أنطونيو لم يكتفي بما حققه من انتصار على أوكتافيوس. ايه ده؟ هو غلبه في الفيفا وانا بجيب الكشري؟ يا عم فيفا ايه؟ احنا بنكتب تاريخ. انت هتكتب على مزاجك. اكتب اللي انا ملهولك. حاضر. جبت معالق؟ هتلاقيها في قعر الكيس. ماشي. وذهب أنطونيو. جبت الورد؟ عديت على الجنايني قال لي تعالي بكره عشان خاطر الجمعه اللي فاتت كان الفالنتاين. هحط على الكشري ورد من الجنينه؟ هتعمل لي فيها اي وسي ومش فاهم حاجه تقرف. وذهب أنطونيو لمقابله كليوباترا. ايه رايك يا اسطى في الفيلا بتاع الكليوباترا دي؟ حصلتش فيلا. ايه يا ده قصر يالا. يا اكيد واخده قانون جديد. قانون جديد ايه يا اسطى؟ يا اسطى كليوباترا دي معاها فلوس تعمل اكتر من البتاع ده مرتين ثلاثة. لا بس عشان الحسد يعني والمحاسبات وكده يعني بياخدوه قسط مع بنك. معرفش يا اسطى انتوا ملوك زي بعض، انتوا قادره بقى. انت فاهم يا اسطى. مهم. كليوباترا دي تفتكر ان انا هعجبها؟ تعجبها؟ ده انت تعجب اي حد يا اسطى، ده انت قمر. طبعا. ويا تلاقي مز زي فين يعني؟ مش هتلاقي يا اسطى. المهم هي نفسها حلوه؟ هي دي فلقه قمر. يا سلام. والله انت ما شفتش الصورة على المعبد واحنا داخلين يا اسطى؟ هي الصورة على المعبد دي كليوباترا؟ هي يا اسطى. اوصفها لي يالا. هي اللي على الصور. ايوه. شعر اصفر رقيقه. رقيقة. يا سلام. رشيقة. الله. شديقة. يعني ايه شديقة؟ اهي على الوزن يا اسطى وخلاص. واحنا هن ايه؟ يعني اللي على المعبد دي هي كليوباترا؟ هي يا اسطى. جامدة يالا جامدة يالا. دي ولا ننسى عجرم من سنتين مثلا. يا طيب فضيح. يعني انا الغيها واكيد هعجبها وضع طبيعي يعني اساسي. طبعا طبعا. وبعدين اقوم واخدها بقى ايه تحت باطي، واخد جيوشها بقى بميكروباصاتها بتكاتكها بكله كله يا اسطى، وتحتل انت روما دي كلها. انزل على اوكتافيو ده ادغدغه يا ادغدغه ادغدغه يا موته في الارض. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا انطونيو؟ ازيك يا ديسيوس؟ ايه ده كبير المجلس؟ انت هنا في مصر بتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عقد خلص في روما والكفيل ما رضيش يجدد لي العقد. كلمت الست كليوباترا الله يجبر خاطرها يعني، فعملت عقد هنا في مصر. بس ان شاء الله زي ما فهمتك لو خليتك تحبها وانت حبيتها هتخليك قائد على الجيوش. ماشي، ما دام انت معايا كمان هتلاقيني اول باول، ما تقلقش يعني. انا اكيد هي هتحبني ان شاء الله. طب هي فين كليوباترا؟ يا اسطى احنا مستنينا مسيرها هتيجي. زمانتها على وصول. زمانتها؟ ايه زمانتها دي؟ ما احنا في مصر بقى اتعود على الحاجات دي. زمانتها. وعزناها وكمناها وجرناها وشحال. ويا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني شوف. والنبي قعدتك ما تشبع منها.
يا سلام. صحيح الدنيا ضيقة. الدنيا فعلا تلاقي. الدنيا تلاقي. أيها الحكيم أين أنت؟ أنا هنا يا ست في الفسحة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا 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 أهلا. إحنا عندنا ضيوف. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. إيه عايز حاجة؟ ها؟ إيه؟ خش يا بنت الجر اعمل لنا شندوشات عشان هنموت. شندوشات إيه؟ يا ده إحنا ملوك يا شندوشات إيه؟ خش جهز لنا خروف ها؟ مع ديك رومي مع فراخ يعني ظبطينا ونادلنا ست كده. كمان ستي؟ سامع يا حكيم قلة أدبه؟ إيه ده؟ إيه ده أنطونيو عيب كده؟ هي نفسها ستها. ايه ده هي نفسها ستها؟ هي نفسها ستها؟ ايوه. امال بيقولوا ما بتضربوش بانجو ليه؟ هي نفسها ستها ازاي يعني؟ هي نفسها ستها كليوباترا. دي كليوباترا؟ دي 100 كيلو باترا. 200 كيلو باترا على الاقل يعني. ايه ده؟ ازاي يا اسطى؟ اما تصور مين اللي كانت على المعبد ديت؟ دي فوتوشوب يا ابني. عشان كده الصور المهببه اللي بينزلوها على السجاير بسبب الكوارث دي. ايوه صح. طب احترم نفسك بقى ياض انت وهو ياض. ياض بتقولي الحاكم نص روما ياض. ياض ونص روما اللي انت جاي تتنطط علينا بيها قوي دي ياض بكره تبقى في كرش. هو كرشها يشيل صراحه يعني. انت مش مصدق؟ طب انا هوريك. ايه ده؟ ده هتورينا كرشها يا اسطى دي ولا ايه؟ اصبر يلا اصبر ما تقلقش انت مع انطونيو. والله ده اللي قلق لي ان انا مع انطونيو دي انت مصور. واد يا قيصران يا قيصران. ايه ده هلا؟ كرشها طلع له كماله بره. انت يا زفت. ايوه يا مامي. ايوه انا جاي اهو. ايوه ثواني يا زميلي هشوف الحاجة عايزة ايه واجي لك بسرعة. ثواني. ماذا تريدي يا أمي؟ اللي عمل فيك كده؟ اسكتي بقى عشان أنت جايبة لي الكلام في الحتة كلها. ليه؟ كل ما أمشي في حتة العيال تقول لي خد يا ده سبارس. إيه ده ليه؟ عشان أنت كله بطرة. أنت عارفة بيقولوا لي إيه كمان؟ إيه؟ بيقولوا لي خد يا دي يا ابني المنفسة. طب اخرس يا ابني المكتومة. وقول لي كنت بتعمل ايه؟ كنت اصارع التنين الذهبي وحوطت التنين حتى باب المعبد. قيصرون. أيوة. قيصرون. ايوه. الم تستطع قتل الوحش؟ لا ماما ندهت لي. شت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه هو ده اللي انت جايبهولي؟ ويا قيصرون ده اخره سوبر ماريو يا ماما. ده قيصرون ابن الملكه كليوباترا. يعني هيبقى ملك مصر. ملك ايه يا اختي؟ ده ملك ده منظر ملك بذمتك؟ بصي بقى الملوك عاملين ازاي. ايوه دي مشيه الملوك حركات الملوك بلاهه الملوك جسم الملوك عضلات الملوك هي دي بنجات الملوك. الكلام ده في ال WWE والكلام ده في ال WWC. قيصرون هيبقى ملك مصر وروما. نعم يا اختي ملك مصر وروما. هو ماله مال روما؟ هيبقى ملك مصر وروما قيصرون ابن يوليوس قيصر. ابن يوليوس قيصر؟ يوليوس قيصر جه مصر وخلف الواد ده؟ يخرب بيت عقلك يا يوليوس يا قيصر جبت راس روما في التراب. اخص عليك يا انطونيو ده بدل ما تفرح له وتشيله وتهشتكه وتدلعه وتروح تجيب له كسيمبوس من المقله. ايه ده؟ ست كليوباترا وسعت منك شويه بقى. معقول انطونيو انطونيو هيشيل ابن قيصر وروح يجيب له حاجه من المقله؟ عيب كده. استنى ونبي عم التاريخ. استنى بعد اذنك بعد اذنك انا عايز افهم حاجه. يعني يوليوس قيصر جه مصر هنا وحبك واتجوزك ولا ايه؟ ده فضل يلف حواليا السبع سنين. يلف سبع سنين حواليكي؟ اه. انت كنت اتخن من كده ولا ايه؟ قصدي فضل يلف حواليا سبع سنين عشان يوقعني. اما انت ما توقعيش في سنتين ابدا. وبعد اول مكالمه قال لي تعالي نخلف عيل يا كيلو. ايه ده؟ بقول لك ايه يا برنس؟ هو كان بيقول لها يا كيلو؟
ساعات كان بيدلعها ويقول لها يا نص كيلو بطرة. ايوه وبعدين 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 اتجوزوا وبعدين انا جيت نورت البيت. ده جاي من اسبوع على هنا وبعدين؟ ده منظر ملك يا اسطى. انا مش فاهم ده منظر ملك، ما تقول لنا يا كبير. لا طبعا ملك، ملك ومن سلالة الملوك. انا هوري لك قيصرون. ايوه وريهم ضحكة الملوك، شهقة الملوك، شمخة الملوك، فرحة الملوك. ياه ملك ولا مش ملك؟ ده هبل الملوك. ولا كيسرون. ايوه انا اوس. يلا يا اسطى على الوحش رجع تاني، انجز ياد يا ابني منفذها. شفت عملت فيا ايه؟ حاضر يا مامي. جاي لك على ثبت الوحش وانا جاي. وجرى قيصرون جرية الملوك. ولا هاني انت فين يا ولا؟ يا تنكت اهلك، كنت فين كل ده؟ كنت في الحمام. وانا كل ما اندهلك الاقيك في الحمام؟ ما هو كتر عادك في الحمام ده هيأثر على البنيه الاساسيه بتاعت البلد. اجهز، ايه اللي انت شايله ده؟ ده؟ اه ده ال ال الرفارف بتاعتك. طيب ماشي. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. قيصر لعلمك بقى كان بيخونك مع واحده اسمها عسليوس في روما. انا اللي شقطاه منها. شقطاه منها؟ اه. طب تعرف انه كان مخلف منها عيل اسمه اوكتافيو؟ ايه؟ الكلام ده صحيح يا حكيم؟ كان ما يعني كان مشارك في حكم روما وكان في حرب دايره بينهم، لكن اوكتافيوس انتصر على انطونيو. اوكتافيو مفروض ان في منافسه بيني وبينه على حكم روما. هو كمان لو عرف ان ليه اخ هنا في مصر اللي هو قيصرون الاهبل ده ممكن يقتل قيصرون ويقتلك ويقتل الراجل المتلون ده. ايه؟ يقتل ابني؟ لا ده انا كليوباترا. عارفين يعني ايه كليوباترا؟ عارفين يا ستي، عارفين يعني التهاب رئوي وبلا ازرق، عارفين. انا قررت احارب ابن قيصر. معايا يا انطونيو؟ معاك يا كليوباترا. ايوه كده، عايزين نرجع مجدي روما. الله يحرق روما ومجدي اللي قاعد في روما. ايه اللي مقعده؟ هجره غير شرعيه. ايه اللي وداه روما؟ معرفش يا اسطى، ما احنا عايزين نفهم بقى. حاضر. طيب انا هقول لكم على حاجه. تعالي يا ستي لحظه واحده، لحظه واحده هنا، عايز اقول لك على حاجه. قول. دلوقتي لو انت وانطونيو انتصرتوا على اوكتافيوس، مين اللي هيحكم روما؟ معاك حق، انطونيو ممكن يبيعني ويحكم روما لوحده. مش كده؟ طب سيبينا حل المشكله دي. سيد انطونيو. ايوه. دلوقتي انت وكليوباترا وهي معاه جيش جرار. ده غير العرمرم؟ غير العرمرم. يا دي المصطلحات. ها. هي معاها جيش جرار، لو انتصرته ممكن تلهف حكم روما. تلهف حكم روما؟ طب ايه الحل يا كبير المجلس؟ الحل؟ تعالي يا ست هنا. انا عندي حل وسط ليكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين تخلفوا لنا عيل عنده بتاع 19 20 سنه كده، يبقى نصه مصري ونصه ايطالي، وهو اللي يحكم الامبراطوريه الرومانيه. ايوه بس انا اخلف من دي ازاي يعني؟ مش هينفع. جرايا انطونيو، انت هتعيط من اولها. مش انطونيو اللي يعيط، انا مستعد اخلف دلوقتي حالا. ماشي. تمام. ماشي. اتفضل قدامي. اتفضلي انت ورايا. لا اتفضل قدامي. اتفضلي انت ورايا، انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ هي كلمة اتفضل قدامي. تعالي ورايا. ما هي نفس الجملة اللي بتقولوها. أنا بقول لها تعالي ورايا، هي بتقول لي لا اتفضل قدامي. ما هي نفس الجملة يا اسطى، تعالي ورايا، هي يلا قدامي. في ايه يا اسطى؟ انا بقول لها ايه؟ تعالي ورايا. وانا بقول له اتفضل قدامي. طيب مختلفين، مختلفين من اولها. لا حول الله يا جدعان. طب ما تمشوا جنب بعض. نمشي جنب بعض وريحوا الدنيا على اساس فرح يعني. فرح بقى وزفه دلوقتي ونفرح بيكم يا اسطى. هتعمل لنا فرح دلوقتي؟ هعمل لكم فرح. يلا دي الزفه تاني. يا واد يا حته مني يا ابني تتعد
يتوما. البيت فدى علينا يا حجة. كانوا واخدين بحسنا. اه والله. بس بقول لك ايه، عجبك البوفيه؟ ده عالم هبل يابا والله. ما كانش قد كده واللحمه كانت بتشد. مصاريف على الفاضي. اه. يعني هم لو كانوا خدوا بعض وقعدوا اسبوع في بلطيم ولا راس البر. اه. وكانوا مش كان احسن؟ اه. واخد بالك؟ كانوا جابوا لنا مشبك. مشبك انت عتهرج. افتح الورق خلينا نكتب كلمتين في التاريخ. يلا يا سيدي. عارف عارف، اديني بس نصايه اكون ناقشت لك كل حاجه. نصايه ايه؟ هو انت هتكتب التاريخ على مزاجك انت؟ اللي انا ملهولك انت اللي تكتبه. التاريخ من دماغي انا، انا السيد، انا اللي بفهم. اكتب. وفي ليله قمريه صيفيه على شاطئ الاسكندريه شاطئ العصفره وقف أنطونيو يفكر ويفكر كيف سيتخلص من أوكتافيوس، وفجأة وجد أمامه سجادة. سجادة على البحر؟ لا مش على البحر، قدام صابر بتاع الحلويات. فتح السجادة فإذ بها فتاة جميلة ممشوقة طويلة رقيقة، رقيقة رشيقة رشيقة شديقة. يعني معرفش، أنا حافظها كده. فتحها فإذ بها كليوباترا، وهنا بدأ الاستعداد للمعركة. لم نفسك يا أنطونيو! جرايا يا بنت كليوباترا، يا بنت انت عايز تمشي كلامك عليا ولا ايه؟ يلا بتعمونا وميرفت! وهنا بدأ الاستعداد للمعركة. ها ايه الأخبار؟ مية مية يا اسطى. الجيش بتاعنا جاهز؟ الجيش جاهز على القهوة كلهم دلوقتي. الجيش كله. السلاح اللي معاهم اخباره ايه؟ معانا مطاوي، معانا سنج، معانا كذلك. كذلك؟ اه. يعني كذلك؟ يعني ايه كذلك؟ مطاوي يا اسطى وسنج وكذلك. كذلك يعني ايه كذلك؟ كذلك ايه؟ يعني كذلك ايه كذلك؟ عارف يا اسطى السنج؟ اه. كذا سنجه. اه. كذلك يعني. ايوه. طيب كويس، يعني كلهم جاهزين؟ كل جاهز يا اسطى. ماشي. وادي قيصرون. ايوه مامي. جهزت كل حاجه؟ كل حاجه جاهزه للقاء اوكتافيا. الجنود. تمام. الاسلحه. تمام. المعدات. تمام. البيض المسلوق. ما تقلقيش هنعميهم. جدع. ايه ده انت فاكره ايه الحق يا اسطى؟ الست دي عايزه ابنها يبقى هو قائد الجيش. ايه ده، انا عيل ده يبقى قائد الجيوش؟ وانطونيو موجود، انا قائد الجيوش طبعا. لا قيصرون هو القائد. انا قائد. انا قائد. انا قائد. انا قائد. خلاص خلاص، احنا نقيم مباراه بينكم، والفائز يبقى هو قائد الجيوش. معقولة يعني أقيم مباراة بيني وبينه؟ ماشي أنا موافق. جاي بينج؟ هنلعب بونج. لا بينج. بونج. بينج. بونج. بينج. بونج. بينج بونج. وهنا اكتشف العالم لعبة البينج بونج. يلا اتفضلوا، ترابيزة جاهزة. اللي هيكسب هو اللي هيقود الجيوش. اللي هيكسب المعركة هو اللي هيقود الجيوش. ماشي. عايزين الكورة. هاي الكورة جد. أنطونيو لا مؤاخذة 50 قرش إيجار الكورة. على الحساب على الحساب. على الحساب هتلعب نص ولا ساعة ولا إيه بس عشان؟ لغاية أما أغلبه. ماشي يلا. اللعب على كام؟ نقطتين. 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 ماشي. شد حيلك يا اسطى والنبي. يلا. عايز تشجيع. يلا يا اسطى. شجعني كويس. يلا. يلا. انت بترعبني ولا بتشجعني؟ يلا يا اسطى. اوبا! برافو! برافو برافو انطونيو، برافو برافو. يا 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 برافو. برافو انطونيو. خد يا عم. واحد. يا عم. ده انت هتتطرق. واحد انطونيو. واحد انطونيو. قال لي ايه ده؟ ما يقولش حاجه ده. ده إيه؟ واحد انطونيو. صفر قيصرون. يلا يا اسطى. فاضل اللعبه. يا اسطى يلا يا اسطى. تشجيع. يا بس يا بس. ولا يا سلام. هوبا. برافو برافو برافو. فاز انطونيو.
فاز انطونيو. ايه يا عم والله دي بره. لا تاتش يا حبيبي، اصحى بقى. وبعدين انا الحكم وكلمتي هي الساريه. 2-0 وربنا انتوا خمامين، انا مش هلعب معاكم تاني. خلصت المباراه. برافو. انا لعبت يا انا اللي فزت يا لا. برافو يا برافو انطونيو. وفاز انطونيو على قيصرون واصبح قائدا للجيوش. برافو برافو. انا قائد جيوش. ايوه يا عاش انطونيو قائد الجيوش. ايه عاش انطونيو قائد الجيوش. برافو. 100 100 100 100. بجد انا حابب اقول لك ان احنا راسنا زباله. قفلتني. سوري. اقدم لكم ملك الاجزاء الغربيه من روما اوكتافيو. هو ما حدش بيسقف ليه؟ ايه ده انت جاي؟ انت جاي؟ الحق. اتفضل. لا والله العظيم. والله انت. لا والله. اليمين الاول. لا لا لا. اف ما يعديش على عطشان. مش انا مش هقول لا. ايه ده انت عايز ايه؟ انت جاي جنينه يا مين اللي انت جايبها دي؟ يا كبه سم اهو شفت؟ هو ده اخرها؟ اديله تشجيع. هو ده اللي هيبارزني؟ هو ده. ايه جاهزين للمعركه؟ معركه؟ كان من عادة الملوك. انت يا اوكي ما قلتليش ان انت جايبني في معركه. سوري يا بيبي، كنت هعملها لك مفاجأة. هابي بيرثدي. بموت من مفاجآتك. المعركة دي اللي بيبقى فيها دم أحمر. هنعمل منه قلوب ودباديب وكل حاجة. كان من تقاليد الحروب القديمة أن يتبارز الملكان حقنا للدماء. دلوقتي أنتوا هتبارزوا بعض. أيوه. اللي هينتصر هيبقى هو الفائز، واللي هينهزم هيبقى هو الخسران. ايه الجملة؟ اللي هينهزم هيبقى مغلوب، واللي هيبقى ايه؟ ماشي ماشي ماشي. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا. جاهز ورينا. جاهز. بصوا دي. ايه ده؟ ده اخرك؟ بص دي. اخر قوي هيأخر. تليفوني يا سيف. تعال تعال. ماشي. اي اقف فتره. يا لهوي ده انت اسطوره. امال ايه؟ ها يلا فلتبدا المباراه. يا شجعني جامد. استنى. يا 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 انت بترعبني. ابشر ابشر. يلا خرب بيت امي دي لعبه. I
مرتين. وفاز أوكتافيو. اخرس على اخرس. ايه فاز أنطونيو على أوكتافيو. يا عم ازاي يا عم؟ اهو أوكتافيو اهو كسب. اسمه ايه؟ مالكش دعوة. اولا أنطونيو هو البطل، هتخلي البطل يتغلب من اول الليلة؟ ده النجم اللي احنا بنبيع بيه. ده اللي بيقبضنا. ونعمل ايه في المشوار بتاع 6 اكتوبر ده؟ نركب توك توك بعد كده؟ الله، وبعدين الواد ده حيالله وجه جديد ما حدش يعرفه غير امه. وبعدين خدها قاعده كده، اي وجه جديد لازم تزل انفاسه من الاول، هيتنطط عليك بعد كده. لا، أنطونيو هو اللي فاز. سيدات سادتي، نعتذر لهذا العطل الفني ونشاهد المباراة مرة ثانية. يلا أنطونيو، يلا نبدأ الماتش. مسرحية. الله. وفاز أنطونيو على أوكتافيوس وأحب كليوباترا وعاش في سعادة وهناء وملخلها أيديها وغنى لهم الشعراء وغنى لهم عبد الوهاب. كليوباترا أي حلم من